الرجل صديقا ولم يرد أن يشير أما بتخليتها سرا، وفيما هو متفكر في ذلك إذا بملاك الرب ظهر له في الحلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ امرأتك مريم، فإن الموجود فيها إنما هو من الروح القدس، وستلد ابنا فتسميه يسوع، فإنه يخلص شعبه من خطاياهم. وكان هذا كله ليتم ما قيل من الرب النبي القائل: هات العذراء تهبل وتلد ابنا ويدعى عمانويل، الذي تفسيره الله معنا. فلما نهض يوسف من النوم صنع كما امره ملاك الرب، فاخذ امراته ولم يعرفها حتى ولدت ابن البكر وسماه يسوع. والمحزونين واليتامى والأرامل والمعذبين
والمأسورين والذين في السجون والذين في الماجن والمنفى والجياع والعطاش والعرى والذين على مقاعد الدراسة والعاطلين عن العمل وكل المحتاجين تلمعونا ولكل الساكنين في العالم والنساك والمتوحدين والذين يعيشون في ثقوب الأرض والذين في المجاعات والمنكوبين والمظنونين والمظلومين من أجل اعتقادهم والصاف عنهم وغفران خطاياهم.